بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على مفهوم مهم جدا المرة دي اسمه الديليجيت. الديليجيت يعني تفويض. تفويض يعني معناها ان في حاجة هي اللي بتشتغل بدل حاجة تانية، يعني بفوض حاجة تقوم بمهم بمهمة شيء تاني. بس هي دي الفكرة بتاعتها. عملت باكج اسمها ديليجيت، حاول نفهمها مع بعض. هو مفهوم يعني ايه، شوية بيحتاج هضم، بياخد وقت اكتر، بس خلينا ناخد عليه اكزامبل بسيط بس على ما ياخد بقى الهضم ده معاك وتبدأ تتشبع منه. عملت انترفيس اسمها بيرسون، وعملت جواها فانكشن اسمها ورك. الفانكشن دي بتاخد بارامتر او يعني ارجمنت ليها اسمه تايتل. مفيش مشكله تاخد التايتل بس ما اعرفش لسه، هي لسه ابستراكتد يعني. وعملت كلاس سميته وركر. الكلاس اللي اسمه سميته وركر ده، خد بالك دلوقتي عندنا انترفيس اسمها بيرسون، خلاص خلصنا، بتقول ان انا عندي فانكشن اسمها ورك. عندي بقى كلاس اسمه وركر عامل، العامل ده وارث من الانترفيس بيمبلمنت الانترفيس اللي اسمها بيرسون. ولما يمبلمنت الانترفيس اللي اسمها بيرسون لازم يقول الفانكشن اللي اسمها ورك اي اوفررايد ليها ازاي. تمام كده، كلام جميل كده. لغايه دلوقتي لسه ما دخلناش في مفهوم الديليجيت خالص. تعادي، دي فانكشن عاديه جدا، وانا قلت ان عندي وركر وقلت ان الفانكشن دي بتعمل كذا. الفانكشن دي مثلا بتقول اي ام ا وتطبع التايتل، اي ام ا بروجكت مانجر، اي ام ا ديفلوبر، اي ام اي حاجه. بس لا، وخلينا تطبع على برينت لاين مثلا اي ورك، مثلا اي وركينج مثلا. خد بالك ان الكلاس اللي اسمه وركر كان بياخد برايمري كونستراكتور في جوب ديسكريبشن، فاي ام وركينج كذا وكذا وكذا، وام طبع الوركينج ديسكريبشن ده فين؟ ده في الوركر. ده كلاس خلاص عادي جدا بامبلمنت انترفيس عادي، الدنيا بسيطه. هعمل كلاس اسمه برودكشن وركر، عامل انتاج. برودكشن وركر ده بياخد انبوت عباره عن بيرسون، يعني بياخد الانبوت بتاعه حاجه من النوع انترفيس بيرسون. خدت لي بالك؟ وجيت قمت قايل له ايه؟ البيرسون باي بيرسون ديتا. يعني خد بالك بقى نوت ان هو البيرسون بالنسبه له هياخده من خلال الايه؟ البروبرتي اللي اسمها بيرسون ديتا. فباي دي بالنسبه لي معناها دي الديليجيشن، دي العمليه بتاعه الايه؟ الباي. الباي دي بالنسبه لي ده في السوبر تايب بتاعك. انا هعمل حاجه اسمها داست مان، واعمل حاجه اسمها برودكشن وركر، ماشي؟ الاثنين دول البيرسون ديتا دي هتعرفني ان هي ديت بالنسبه لي اللي هتشيل الاوبجكت، وهي اللي هتشتغل، وهي اللي هتعمل بدل من الايه؟ بدل من الفانكشنز ذات نفسها. والكومبايلر هيجنريت، اكنه عمل جنريت كل الفانكشنز، كل حاجه جوه حاجه اسمها بيرسون ديتا. وبيرسون ديتا هي اللي بتشتغل، كل واحده منفصله عن الثانيه، كل واحده بتشتغل منفصله عن الثانيه. المفهوم بيشتغل كده داخليا. داخليا بيشتغل ازاي؟ الفانكشنز والبروبرتيز وكل حاجه بتكستراكتد جوه البيرسون ديتا، وهو يبدا يشتغل من خلالها. احنا عملنا كلاس اسمه برودكشن وركر، كان بياخد مني انبوت اسمه بيرسون ديتا، وعرفته ان البيرسون ديتا ديت هي البيرسون، يعني البيرسون باي بيرسون ديتا. وعملت داست مان، والداست مان دوت الراجل برضو اللي هو بيعمل الحاجات دي، قلت له برضو اللي هو بتاع المخازن بينظف ده، قلت له برضو هو هيعمل بيرسون باي بيرسون ديتا. وعمل بقى اوفررايد للفانكشن اسمها ورك، تاخد تايتل وبتطبع بس التايتل اي ام ا وخلاص. طيب الحته بتاعت باي دي هي بس الوحيده دلوقتي بالنسبه لي اللي هتعرفني فكره الايه؟ فكره الديليجيشن بس. فانا عرفت فاريبل، عرفت اوبجكت من الوركر العادي ده، الكلاس العادي اللي وارث من الانترفيس بس وخلاص، ما يعرفش اي حاجه عن الحته. الاثنين اللي فيهم ديليجيشن اللي هم مين؟ اللي هم الداست مان والبرودكشن وركر. عرفت وركر، خلاص وركر عادي، وقلت له تو كاري اوت ذا فيريس مش فيريس تاسكس ان مش عارف ايه في اور بازي مثلا وير هاوس، انا اللي بقى مسؤول عن كذا وكذا وكذا. لما جيت بقى استخدم الداست مان هيقول لي باي مين؟ فاكرين باي بيرسون داتا؟ قال لي بعت لي اي حاجه تكون من البيرسون داتا. فبعت له الوركر ما بين قوسين على طول داست مان، قلت له دوت ورك. هنا نريت على الفانكشن، بس اديته مين؟ اديته الدبليو، هي اللي هتشتغل، هي اللي هتقوم بالوظيفه، هي اللي هتقوم بالايه؟ بالشغل. خلاص كده نفس الفكره. وجيت قمت قايل ايه؟ برودكشن وركر. قال لي مين؟ قلت له بالدبليو اللي فوق دي. وبعد كده قمت قايل له ايه؟ دوت ورك. والتايتل اديته مثلا التايتل مثلا برودكشن مثلا وركر. يبقى كل الفكره اللي عملته ايه؟ الداست مان والبرودكشن وركر الاثنين خدوا الدبليو اللي هو الوركر العادي،
والاثنين بياخدوا تايتل في عمليه الورك بتاعتهم، الاثنين بياخدوا ايه تايتل بس عارف عمليه الورك بس. كل مره الدبليو ده بالنسبه لي هو اللي هيبقى قايم بالقصه بقى، هو ده بالنسبه لي البيرسون ديتا، وهو ده بالنسبه لي الديليجيشن، هو ده اللي هيقوم بالوظيفه بناء عني، بناء ايه؟ بناء عني انا كداست مان او كايه او كبرودكشن وركر. انا ما عملتش منهم اوبجكت، فالايام داست مان لازم عشان ما عملتش برنت لاين في سطر لوحديه، ايام برودكشن وركنج وركنج تو مش عارف ايه، نعمل بس برنت لاين عشان نبقى شايفين بس الايه شكل الطباعه. يبقى الوركر في المرحلتين الاوبجكت هو اللي اشتغل كديليجيشن، هو بالنيابه عني هو اللي اشتغل، هو اللي بالنيابه عني ايه اشتغل بالنيابه عني انا مين كداست مان او كبرودكشن وركر، مش انا اللي اشتغلت، اللي اشتغل بالنسبه للتاني. فالايام داست مان عشان شغل الداست مان بتاعتي عشان عمال اوفر رايد، والتاني قال لي ايام برودكشن وركر، وقال لي ايام وركينج تو كاري تو كاري مش عارف ايه، اللي هي الرساله اللي كانت موجوده في الوركر ذات نفسه، لان هو ما عملش اوفر رايد للفانكشن بتاعته، لكن اللي اشتغل بالفعل هو الوركر ده، هو ده الديليجيشن بتاعي اللي اشتغل بديل عن مين؟ عن الداست مان والبرودكشن وركر. دي فكره كده عن الديليجيشن.